حصول أول عروضات والتي تحمل الرقم 174. اسم المالك حمس بن شميسان بن خزام الروقي، ما شاء الله تبارك الرحمن، صاحب منقية متعبات، يحضر اليوم في شوط الفحل وإنتاجه في لون الحمر، وما شاء الله تبارك الرحمن قوة إنتاجه وحضوره هنا في ميدان الجائزة. هنا تحضر الحاكمات الفهد ابن مفرع بن عشق القحطاني، سلالة البعير الحاكم، وما شاء الله تبارك الرحمن هذا الدخول القوي، وهذا عرضها أمام لجان التحكيم. شاهد هذه المنقية التي تحضر الآن والتي تحمل الرقم 109 لمدعث ابن فارس ابن خزام العتيبي، راعي خطامات، صاحب الفحل والبعير خطام، وما شاء الله تبارك الرحمن هذا الدخول القوي وهذا الحضور، حضورنا الكريم من جمهور وملاك ومتابعين. نرحب بكم مجددا في شوط الفحل وإنتاجه، شوط الفحل المنتج للون الحمر. المنقية التي تصل الآن إلى ميدان العرض هي ملك لرجاب محسن بن رابح المطيري بنات الشيك. الآن منقية جديدة تصل إلى ميدان الجائزة، تعرض أمام اللجنة دخول قوي وحضور لما شاء الله تبارك الرحمن. المنقية التي تحمل الرقم 105 لشبنان ابن بداح الدوسري، اسم الفحل تمام، وهذه سلالة تمام على بعير بن عويفي الغيثات، ما شاء الله اللي يحضر اليوم في لون الحمر. المنقية القادمة والتي تحمل الرقم 104 اسم المالك صاحب السمو الأمير سلطان ابن محمد ابن سعود الكبير آل سعود، اسم الفحل الأدغم، طبعا اسم المنقية العليانيات. هي تصل الآن في ميدان الجائزة في شوط الفحل وإنتاجه لون الحمر لفالح ابن فايز ابن حمدان السبيعي، اسم المنقية خزامات حريبة التمر، وما شاء الله تبارك الرحمن اسم طبعا الفحل خزام، وهذه هي بنات خزام، وما شاء الله تبارك الرحمن على هذه اللقطات الجميلة وعلى هذه القوة. اليوم في شوط الحمر في شوط فئة الفحل وإنتاجه، وهذه اللقطات الجميلة لبنات الهدب اللي يحضر، وهذه السلالة المنقية التي تحمل الرقم 106 اسم المالك سمير بن زهيان بن فهد المطيري، راعي الزاهيات، ما شاء الله تبارك الرحمن هذا الدخول القوي والحضور هنا في ميدان الجائزة. هنا في ميدان جائزة الملك عبد العزيز